خرجنا نسأل الناس عن النور، تعالوا نشوف مع بعض ردوا علينا وقالوا ايه. ايه هو النور؟ النور، نور العالم، هو السيد المسيح. المسيح، القمر. دي كانت آراء الناس في النور. تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول ايه. هو مين؟ هو النور، اسم من اسماء المسيح النور. الكتاب المقدس بيتكلم ويقول ان يوحنا المعمدان لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. يعني يشهد لمين؟ للمسيح النور. في يوحنا 1:8 اتكلم المسيح في الاناجيل كتير عن ان هو النور الحقيقي وان هو نور العالم. امتلأ انجيل يوحنا بالفكرة دي، انه المسيح نور. انت لو عايش بعيد عن المسيح انت عايش في ظلمة بالصراحة كده. انت محتاج تعيش في النور، لانه اللي انت عايش فيه من صنع ابليس. المسيح نور، يبقى الظلمة مين؟ ابليس. انت لو مش شاعر انك انت عايش في نور وفي بهجة النور، يبقى انت عايش في الظلمة وعايش في سلطان ابليس. ابليس عايز كده ليك، هو عايز انك تعيش في الظلمة. عارف ليه؟ لانه في الظلمة بتختلط الامور، ما انتاش عارف الاشكال، ما انتاش عارف الالوان، ما انتاش عارف الحاجات من بعضها. مش بتقدر تعرف الفرق ما بين الحق والباطل، الحق والضلال، ما تقدرش تعرف. ويجي الضلال عليك وتلاقي نفسك بتضل وتتوه وانت ولا عارف انت فين، وكل ما تفتكر انك بتقرب تلاقي نفسك بتبعد، وكل ما تفتكر انك بتطلع لفوق تلاقي نفسك بتنزل وتنزلق وتكون قريب من الهوية. احنا مش بنشوف كويس في الظلمة، فبيسهل على ابليس انه يتحكم فينا، بيسهل على ابليس انه يسيطر علينا. توب وآمن بالمسيح المخلص واقبله كسيد على حياتك عشان ينقلك من الظلمة للنور. هو يقدر يعمل كده، ده هو النور. هتعيش في فرح، هتعيش في انطلاق، هتعيش شايف، هتعيش دايما عارف الفرق. مش هتقبل تاني تعيش في الظلمة. وانت لو كنت في النور ورحت للظلمة، افتكر حاجة، انه ايام النور كان شكلك فيها ايه، وكانت الناس بتحبك ازاي، وكنت حياتك كلها بتكسب ازاي. ارجع وعيش في النور، ارجع. كفاية ظلمة، ارجع. كفاية كراهية، ارجع. كفاية جهل الظلمة اللي بيتكون، ارجع. وكفاية عبودية الظلمة، ارجع. وكفاية أمراض الظلمة اللي بيحطها فيك إبليس. المسيح يقدر يفكك، المسيح نور ينور حياتك، المسيح معاك.